اي حد يدخل فيها ويلعب فيها في اي موقع الا اذا كان موهوب وعنده مهاره، انما المهارات لها ترتيب ولها مقامات ولها تصنيف. في مهارات عاديه وفي مهارات عاليه وفي مهارات استثنائيه. في مهارات العالم كله يقول لا دي من فئه قليله وقد تكون نادره. كل المتابعين للكوره عارفين كويس قوي انه هذا اللاعب او اللاعب اللي بنتكلم عليه عنده مهارات مش عند العوام من لعيبه الكوره، مش عند المجاميع اللي موجوده في كل انديه العالم. في شيء ما افضل، امهر، اسرع، بيخليه يحتل مكانه مختلفه. خلينا نستقبل اللاعب صغير السن كبير الموهبه، كابتن رمضان صبحي. يا كابتن ربنا يخليك، اهلا بيكي واهلا بالجمهور واهلا بكل مشاهدين قناه سي بي سي. طبعا كابتن رمضان الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الدنيا زحمه جدا، زحمه في الدوري وزحمه في المباريات الدوليه وزحمه في الاخبار وزحمه في الهري. حاسس بالزحمه دي؟ زحمه في كل حاجه طبعا، بس هو لعيب الكوره لازم بيلاقي بالزحمه دي كتير والمشاكل دي كتير، فالواحد بقى يعني لازم يأقلم حياته على كده. ماتشات كتير، رغي كتير، كلام كتير، زحمه كتير، فالواحد خلاص خد على كده يعني. بس بتتابع وبتتضايق وكده ولا لا؟ لا ما مش بتابع بصراحه، يعني مش شاغل دماغي بالحته ديت خالص، يعني سواء حد بيتكلم كويس او حد ما بيتكلمش كويس مش متابع، يعني بعيد خالص عن القصه ديت تماما. ده انت ما بين الماتش اللي لعبته في نيجيريا والماتش اللي لعبته في تنزانيا مع الفارق، يعني حصل حاجات كتير قوي. لا هو طبعا حصل حاجات كتير قوي. الماتش بتاع نيجيريا كان ماتش مهم، كنا لازم نكسب عشان نصعد، عشان بقالنا ثلاث دورات ما بنكسبش. بعديها ماتش تنزانيا، بس يعني الحاجات الكتير قوي اللي حصلت دي والله انا مش متابع. يعني اهم حاجه الواحد بيركز في شغله، بس الواحد ده ما بيتابعش اي حاجه، الواحد مركز في شغله، فهو ده الواحد بيقدر يعمله يعني. ولا تويتر ولا فيسبوك. انت تكنولوجي جدا يعني، انا عارفه انك بس مش قوي يعني، ممكن هو انستجرام مثلا، واتساب، لكن حاجات تانية بقى يعني ما بركزش مع الناس اللي بتتكلم عامه. ف يعني ما بركزش الناس بتقول ايه او حد بيقول حاجه كويسه او حاجه وحشه، فما يعني ما بشغلش دماغي بيهم تمام. انت عندك كام فولور على انستجرام؟ بقوا مليون اهو الحمد لله. الف مبروك. بقوا مليون امتى؟ بقوا مليون اول امبارح. رمضان صبحي بيحتفل بالمليون. بس انا يعني الواحد يعني عايز يشكر كل الناس دي طبعا، يعني المليون دول الواحد بيشكرهم، فاللي هو عايزين يشوفوا رمضان صبحي بينزل ايه، فدي حاجه تشرفني وحاجه تسعدني انا قبل ما هي بتبسطهم هم، فدي حاجه بتبسطني انا. اللي الناس عايزه تشوف مني انا بنزل ايه او بعمل ايه، فدي حاجه بتبسطني انا يعني. يعني هم بنزل ايه بقى يا كابتن رمضان؟ لا انا بنزل صور على طول ليا، يعني ليا وليا ومع اصحابي يعني عامه، يعني فين وفين لما تلاقيني بنزل صوره ليا لوحدي يعني، على طول مع اصحابي سواء النادي او بره النادي. بس ف اكتر واحد العامل المشترك يعني، اكتر واحد ليك صور معاه على الاكونت بتاعك ايه؟ ممكن في سعد، وفي سعد سمير، سعد ومؤمن وبركات وعادل. سعد ده بره الكوره بقى، بيلعب كوره بس يعني مش في الدرجه الاولى. كذا حد يعني. وانت وبركات بتتنافسوا على الصور وعلى الفولورز وفي منافسه؟ لا هو عشان لسه عامله بس من فتره كده، فانا سبقته يعني، انا نطيت نطه كده، هو لسه بقى مثلا 400 ولا حاجه. فهو كان على طول بيقول لي انت عندك كام؟ فمثلا اقول له انا عندي 700، كان لسه عندي 700، يقول لي طب تعالى يبقى لازم نحط مع بعض صوره انا وانت عشان تجيب الناس اللي عندك عندي. الزباين. فاقول له بس، فعلى طول بقى كان كده معايا يعني. بركات. طبعا.
لا كابتن كبير طبعا، مش هقدر ابتدي باي حاجه غير الحاجه الحقيقيه بجد. ماتش نيجيريا وهدف نيجيريا، لازم تحكي لي عن كل التفاصيل اللي قبل المباراه واللي بعد المباراه، لانه الهدف ده خلى ناس كتيره تبلع ريقها وتحس ان احنا يعني ممكن يبقى فيه بدايه جديده. في ناس كتيره بره حطت عينها عليك بشكل كبير، التغطيه العالميه للهدف ده كمان كانت محترمه جدا. احكي لنا عن الماتش ده يا رب. لا طبعا الماتش كان صعب، الماتش الاولاني طبعا اتعادلنا هناك، فاحنا كنا رايحين هناك اول حاجه نعمل نتيجه ايجابيه، يعني اللي احنا ما نخسرش، لا نكسب لا نتعادل، فده اللي كنا بنفكر فيه. فالحمد لله يا ربنا كرمنا بالتعادل، فجه الماتش اللي هنا بقى. المفروض احنا بنبقى اربع فرق في المجموعه، ففي فرقه انسحبت، منتخب انسحب اللي هو بتاع تشاد، فما بقاش لينا حل اللي احنا لازم نكسب نيجيريا. لو كسبنا نيجيريا يعني كانت الامور بقى بنسبه كبيره خلاص، يعني بنسبه كبيره جدا تصاعدي لبطوله افريقيا اللي احنا بقى لنا 3 دورات ما بنصعدش، والماتش في ارضك والماتش اللي بعديه بره ارضك، فيعني ومع الجو مع الحاجات فده انت ضمناه. نيجيريا منتخب كبير، فاحنا كلنا كنا مركزين مع بعض، المنتخب كله يعني مش رمضان بس عشان جاب الجون، لا احنا كلنا كنا مركزين مع بعض كمجموعه واحده كجهاز فني، كان الجمهور ده كله طبعا ما ينفعش يجي ويروح زعلان. طبعا فيعني الحمد لله الواحد ربنا كرمه بالهدف، الواحد يعني دي حاجة كبيرة جدا من عند ربنا. وانا لما الجون ده جه انا يعني انا كنت مبسوط جدا، وانا ما كنتش مصدق. هو جه ازاي اصلا؟ انا عايز اعرف ده جه ازاي؟ لا هو ربنا يعني ربنا بقى، هو يعني ما يخشش خالص. يعني انا مش فاهم الكورة دي مشيت ازاي. ايوه عايزين نشوفها كده بالراحة. حضرتك مش عارفة مشيت ازاي؟ ده انا اللي مش عارف مشيت ازاي فعلا. لا والله ايه ساعتها انت شطتها كنت يعني كان ايه تخيلك ايه؟ انا ما كنتش بفكر، انا قلت مثلا شوطها هي ضعيفه جدا ومعديه من تحت رجل ناس وزحمه، بس هي عشان زحمه بقى والجون ما شافهاش، فانا بقول لحضرتك هي ربنا بس والله، الواحد عشان بيتعب بس، واحنا كلنا تعبنا مع بعض كمجموعه، وطبعا دعوات بقى الناس كلها المصريين والجمهور اللي جانا ده، فربنا كرمنا طبعا بالهدف. يعني مش لازم عشان انا اللي جبته فرمضان صبحي هو اللي جاب الهدف، لا احنا المجموعه كلها احنا اللي جبناه، يعني كلنا مشاركين في الجون، فاهم قصدي؟ بس اهو بقى الجون اللي انت مش عارف جبته ازاي والناس كلها الدنيا بره بقى مانشيتات عليها. طبعا يعني انا بعد كده الناس قالوا لي يعني اللي ساعتها انا اتحطيت في تشكيله العالم في الاسبوع دوت، فيعني كنت مبسوط جدا ان انا اتحط في تشكيله العالم كله في لعيبه العالم، فدي كانت حاجه تشرفني، وقبل ما انا كنت فرحان طبعا اكيد، يعني انا كنت مبسوط اللي في واحد من مصر، يعني انا كنت من مصر اتحطيت في التشكيله ديت، فدي حاجه تشرف بلدنا وتشرفني وتشرف النادي اللي انا بلعب فيه طبعا. شرفنا كلنا، شرفتنا كلنا. ايوه والزمالك بقى في المنتخب علقوا ازاي على الجون ده بعد الماتش؟ لا والله بعد الماتش كلنا كنا يعني كنا فرحانين ما تعرفيش، واحنا مروحين رايحين الاوتيل بالباص، احنا عشان نخرج من برج العرب بس لحد الاوتيل قعدنا مثلا يجي ساعتين، والاوتيل اصلا 5 دقايق من كتر الزحمه وزحمه الناس. بس واحنا في الباص بقى كلنا ضحك وهزار، اللعيبه الكبيره والصغيره، ويعني كلنا كنا يعني كنا حاسين ان احنا عملنا حاجه لبلدنا بجد، يعني ما حدش كان بيفكر في نفسه، كنا بنفكر على طول في بلدنا احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نوصل مصر لامم افريقيا تاني، خلاص 3 بطولات كتير جدا، فكل ده كان كل اللعيبه مركزه في ده، احنا لازم نوصل مصر امم افريقيا تاني وناخد بطولات زي اللي هم كان الجيل اللي قبلنا خدها، فده كان كل تفكيرنا الفتره ديت يعني. بس والحمد لله يعني ربنا قدر اللي هو يكلل مجهودنا باللي احنا كسبنا وبشكل كبير جدا، يعني الحمد لله صعدنا لبطوله افريقيا. كانت اول مره تقابل كابتن محمد صلاح تلعب معاه يعني قصدي؟ لا لعبت معاه اول ماتش كان تنزانيا، لعبت معاه ولعبت مع تشاد، ده تالت ماتش العبه مع صلاح. انت لعبت 4 ماتشات مع المنتخب ولا 5؟ لعبت 4 ماتشات دوليين واتنين وديين، ست ماتشات، 4 دوليين واتنين وديين. طيب انا هرجع لاول ما الناس انتبهت لموهبه اسمها رمضان صبحي، كان الماتش اللي لعبته مع الناشئين في الامارات في دبي. تمام. والحقيقه ان هو كان بجد حاجه غريبه قوي، حاجه ملفته جدا. خلينا نفتكر الماتش ده اللي كان مازال لسه ما كانش رمضان ضم للمنتخب الاول ولا النادي الاول. 2014
2014. تمام. فريق خطير الاهلي انطلاقه هو ده رمضان صبحي، رمضان صبحي هو الجول، صبحي سجل في اتلتيكو وكان عاوز يسجل في نادي بوتافوجو. ادي رمضان صبحي ولد ممتاز لاعب مع الدرجه الاولى للنادي الاهلي، عنده 17 سنه. بص رمضان صبحي طول وقامه، ده ولد من اولاد الممتازين، مبشر جدا للنادي الاهلي واحد المكاسب الكبيره لهذه البطوله. وبعد سنتين ثلاثه هتقول ان البطوله دي كان فيها النجم رمضان صبحي. ربنا ان شاء الله يكلل مجهوده ويسجل هدف. ادي رمضان صبحي ركلة حرة مباشرة، شباب اللعيبة الأوروبية ما شاء الله. خلي بالك بقى المفروض الأهلي يشتغل عليه فنيا وأخلاقيا ونفسيا وعلميا وكل حاجة. خطأ خطير جدا رمضان صبحي، ولد يا لعيب تريكة، تريكة جديدة أهو، هو ده تريكة جديد. رمضان صبحي، رمضان صبحي، يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان، والله بعودة يا رمضان. هدف جميل جدا، إذن كرة إيد ورجل. حارس المرمى البرازيلي بيقول لك لا ده مش فريق عربي ابدا، مش ممكن. الاهلي الاهلي متعه. بص شوف رمضان بدون تعليق، بدون تعليق، صعبه جدا على الحراس. يا سلام عليك يا رمضان، حاططها ايام تعليم مانويل جوزيه مع رمضان صبحي. هدف جميل جدا، ولد يلعب درجه اولى دلوقتي ويلعب كمان منتخب مصر. اثاره كبيره، اداء كبير وروعه كبيره للنادي الاهلي. ممتاز يا رمضان، ممتاز يا رمضان. كنت بقول لكابتن رمضان كنت صغير يا كابتن. انت لسه صغير بس كنت بجد كنت صغير اكتر بكتير. كنت صغير بقى ساعتها، ويعني البطوله ديت من سنتين يعني 2014. بس الشكل فرق كمان، يعني الشكل فرق فعلا. انا بس عشان شعري كان طويل بقى شويه ف ولابس استك بقى، فكنت يعني عارفه حاجات كده. بس لابس لابس استك في شعرك. كان شعري طويل، كنت صغير بقى يعني من زمان. من سنتين صح؟ من سنتين. زمان قوي يعني، سنتين دي زمان قوي. اللي كان بيعلق كان كابتن عصام عبد. عصام عبد. تمام. يعني بص يعني مش عارف اقول لك، انا والله ما اعرفوش وعمري ما قابلته، بس انا طبعا بشكره من خلال برنامج حضرتك. يعني عمل معايا يعني قعد يتكلم عليا في البطوله ديت كتير جدا، وهو قال انا شايف اللي هو يلعب درجه اولى دلوقتي. وفعلا يعني انا اول ما رجعت من البطوله على طول لعبت، يعني زي ما هو قال على طول على طول. شكله كان متفق مع النادي ولا ايه مثلا. ممكن. بس يعني قعد يتكلم، فانا بشكره طبعا. يعني انت طبعا سمعت التعليق ده بعد الماتش ما خلص، يعني انت بعد ما الماتش ما خلص. احكي لي على المباراه دي، وكنت متخيل ممكن تبقى هي السبب، وبعد كده لما اتفرجت عليها. لا الماتش دوت بوتافوجو دي كانت اجمد فرقه من في البطوله، يعني كانت فرقه جامده جدا. واحنا اصلا البطوله دي كانوا اكبر مننا بسنه، يعني هم كانوا مواليد 96 واحنا 97. فحتى كان ساعتها مدربي كابتن سامي قمصان، طبعا راجل ليه فضل كبير قوي عليا. فحتى كان الماتش دوت احنا نازلين عارفه يعني من دافع، لو تعادلنا كويس نخسر بس 1-2 النتيجه ما تزيدش. فنزلنا طبعا عملنا ماتش كويس جدا، من احسن الماتشات اللي عملناها، وكسبنا الحمد لله، ربنا كرمنا وكسبنا 4. فيعني المجموعه كلها، بصي المجموعه بتاعت فريقي دي انا مرتبط بيها جدا، فاللعيبه كلها كويسه، وقدرنا ان احنا نعمل حاجه طبعا، يعني اللي احنا نكسب اتلتيكو مدريد وبوتافوجو وفرق كبيره زي ديت، فكانت حاجه بالنسبه لنا كويسه جدا طبعا. ومن ساعتها ابتدوا يقولوا الستايل ده او الموهبه دي قريبه من ابو تريكه. تمام. وما اعرفش انت بتحرج جدا او بتتكسف جدا ساعه ما بيقولوا انه ده خليفه ابو تريكه او شبه ابو تريكه في اللعب. لا مش بحرج ولا حاجه، بس انا بحس ان ابو تريكه في حته وانا في حته ثانيه. يعني كابتن ابو تريكه كابتن كبير جدا، فانا لسه عشان اوصل له يعني هو في حته تانية وانا في يعني في حته تانية خالص. بشوف نفسي فبشوف نفسي لو حد حاطيني في مقارنه ممكن تبقى يعني المقارنه مش دلوقتي خالص ولا بعد كده. الواحد طبعا كابتن ابو تريكه لعيب كبير وشرف كبير جدا، يعني لما حد بيقول لي انا زي كابتن ابو تريكه فده شرف كبير جدا ليا. بس يعني بحس بقى اللي هو لسه بدري عليا عشان ابقى زي كابتن ابو تريكه. الواحد طبعا بيسعى اللي هو يبقى زيه، بس ان شاء الله بقى مع الوقت الواحد يقدر يوصل له يعني ان شاء الله. انت قلت انه من اول الحاجات اللي شددت للكوره او جننتك بالكوره كانت اجوان ابو تريكه وانت صغير. احكي لي على الجون او الاجوان ابو تريكه لما كنت بتشوفها وانت صغير يا كابتن. لا طبعا انا على طول كنت بتفرج يعني على الكوره، ووالدي اللي حببني في الكوره عامه، فكنت على طول بتفرج معاه بقى في ماتشات. هو اهلاوي جدا، ماتشات الاهلي على طول لازم نتفرج من زمان.
بس. فكنت على طول بقى بنتفرج على ماتشات الاهلي. فجون جون كابتن ابو تريكه في الصفاقسي اهو جابوه ده فيعني بس اللي هو يجي في الوقت دوت ويجي بالمنظر دوت لا بص يا كابتن احكي لي بالظبط انت كنت قاعد في البيت ولا في القهوه وعملت ايه ساعه ما الجون ده دخل؟ احكي لي بالتفصيل. لا انا كنت اليوم ده كنت قاعد في البيت مع والدي بتفرج على الماتش عادي جدا. وطبعا هو جاب الجون في الدقيقه 92 فاحنا لو تعادلنا 0-0 بره البطوله. فعارفه انا يعني انا كنت والله يعني مش بقول كده كلام وخلاص بس انا فعلا لما الاهلي كان بيتغلب او الاهلي يحصل حاجه انا كنت يعني كانت عينيا بتدمع لوحدها مع اني كنت صغير ولسه يعني المفروض ما اعرفش قوي بس لوحدي كده مش عارف ليه. فالجون ده فيعني خلاص هنخسر البطوله وبطوله مهمه زي ديت. انا ما كنتش اعرف هي بطوله مهمه ولا لا بس والدي اللي كان على طول بيقول لي دي بطوله مهمه وهتودينا اليابان وحاجات كده. فيعني الواحد عارف الحاجات دي لما كبر. فبس اللي انا كنت اعرفه ان دي بطوله مهمه فلازم الاهلي ياخدها بس. فلما ابو تريكه جاب الجون عارفه اتنططنا كلنا في البيت فكانت فرحه طبعا كبيره جدا للي انا اول حاجه اللي انا بحبه وتاني حاجه للاهلي عشان انا بشجع الاهلي. فيعني فكانت دي حاجه كبيره جدا يعني كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي ان احنا ناخد بطوله زي ديت. فاهم قصدي ايه؟ بس حكيت لي كابتن ابو تريكه عن الجون ده. انا عارف اولا عارف انه كابتن ابو تريكه بيحبك جدا وقال ده في اكتر من مكان واكتر من مناسبه. كلمك على موضوع فكره المهاره والتشابه ولا ما اتكلمتوش في ده؟ لا يعني هو ما اتكلمش معايا في اي حاجه. واتكلم يعني هو لما جه اتكلم معايا قال لي يعني انت ممكن تعديني بمراحل انا جاي النادي 27 سنه انت لسه دلوقتي عندك 19 سنه. يعني بيتكلم معايا هو اخويا الكبير ويعني على طول بينصحني انا عامل ايه وما عملتش ايه وايه اللي انت هتمر بيه وايه اللي انت مش هتمر بيه. فبينصحني بكل الكلام دوت. فالراجل بيحاول ينقل خبرته ليا وانا يعني ببقى في قمه سعادتي وانا قاعد معاه واحنا بنتكلم. فدي حاجه بتبقى بسطاني جدا اللي هو كابتن ابو تريكه قاعد بيتكلم معايا. فيعني انا نفسي يعني نفسي وامنيه حياتي الواحد يعني يبقى زي كابتن ابو تريكه في كل حاجه طبعا. رمضان صبحي كنت بتروح التدريبات بتاعتك يا كابتن وانت صغير من ارض اللواء لمدينه نصر كل يوم كل يوم كنت بتروح مع مين وازاي ومين اللي كان بيوصلك وعايز اقول لك على حاجه اي حد مودي ابنه التدريب في النادي يومين في الاسبوع ثلاث ايام في الاسبوع العيال تغيب مره تكسل مره يعني انا اول حاجه انا في النادي من 2005 يعني دي السنه ال 11 ليا الحمد لله. فاللي انا اروح مشوار زي دوت ف ليه الصوره دي دلوقتي؟
فاللي انا اروح مشوار زي دوت يعني دي حاجه كبيره جدا. كانت ساعات بقى يعني والدي الله يرحمه كان على طول بيوديني اوقات لو هو ما عندوش شغل، والدتي برضو ودتني وتعبت معايا كتير جدا، اختي اوقات، بس يعني والدتي ووالدي هما اللي على طول كانوا بيودوني يعني، ووالدتي بالاخص. الله، دي ست يعني الوالده. طبعا تحيه لست الوالده، ربنا يحملها ابنها يا رب. اي طبعا هي الخير والبركه بقى. لا مين، لا مين ده؟ ده انا وانا صغير فعلا. يا جماعه شيل الصوره دي. لا بصي، ده مش انا. والله ده مش انا، ده بيقولوا اللي انا بس ده مش انا، ده حد منزلها مش عارف مين. يعني كل الناس قاعده تقول اللي ده انا بس ده مش انا. ده مش انت. ده مش انا. لا طب احنا بقى نخلي الصوره دي عشان نقول ده مش كابتن رمضان. لا احكي لي المشوار، يعني تبقى تروح الساعه كام وتركب ايه على طول تمريناتي مثلا بتبقى الساعه 4 تمام هناك، فلازم انزل قبلها من البيت بساعتين، انزل الساعه 2، وكنت بروح المدرسه الصبح، فاخلص المدرسه مثلا بتخلص الساعه 2، كنت في جواب كده باخده من الاتحاد ممضي من الوزير وكل حاجه اللي انا اطلع بدري بس ساعه ولا ساعتين، فكنت بطلع الساعه 12 اروح البيت اغير واكل واروح نازل رايح التمرين، وانا ببقى صاحي من الساعه 7 الصبح، فاروح التمرين، التمرين بيخلص الساعه 6 برجع البيت 8، فخلاص بقى يعني ببقى بنادي على السرير وانا جاي في طريقي، ببقى بنادي على السرير. طبعا. بس فبنام. وتاني يوم يبقى نفس الموضوع، نفس الكلام كل يوم كده. حتى يعني كان في زمايل ليا بتغيب كتير جدا، انا والله بيتهيألي بقالي 11 سنه وانا في الناشئين، يعني انا في الدرجه الاولى بقالي سنتين ونص اهو، بس وانا في الناشئين مثلا قعدت 9 سنين ولا حاجه، انا والله فاكر انا ما غبتش الا تمرينه واحده بس في 9 سنين. ويعني اكيد وكانت غصب عني، يعني 9 سنين ما غبتش الا تمرينه واحده. ليه؟ ولا مره. يعني انت طفل صغير واكيد عايز تلعب واكيد بقى لك اصحاب، يعني في 1000 سبب يخليك ايه تزوغ او ما تروحش التمرين كام مره. صح. وبس انا كنت بصي من كتر ما انا بحب الكوره ومن كتر ما انا بحب الاهلي ومرتبط بالمكان ده، فكنت لازم اروح، يعني انا لازم اروح التمرين، يعني والدتي حتى اوقات كانت بتبقى تعبانه او والدي لا انا هروح التمرين، فكانوا بيقوموا يودوني انا التمرين، ده كان عندي حاجه اساسيه في يومي لازم اعملها، ما ينفعش اغيب عن التمرين خالص. فيعني دي حاجه تبسطني، الواحد كان بيحب شغله وبيحب تمرينه، يعني وانا صغير بقى ما فيش كنت بحب شغلي، بس الواحد كان بيحب تمرينه. انا رايح اتمرن، بحب الكره جدا، في ماتشات بتتلعب، في تمرينات، عايز اشوف زمايلي واحنا بنلعب مع بعض هناك وكل حاجه. ما كنتش اللعبي، ما كنتش الطفل اللعبي اللي بيتشتت، لا انت عارف انت عايز الكوره وعايز النادي ده وخلاص. انا عايز الكوره وعايز النادي، بس كنت لعبي، يعني كنت عايز الكوره والنادي ولعبي برضه. امتى بقى؟ يعني اللعب ده امتى؟ من 6 الصبح لحد بالليل؟ يعني ممكن في المدرسه، وممكن لما ارجع من البيت لو لقيت صحابي قاعدين تحت ممكن اقعد معاهم عادي، فكنت اللي انا على طول. كنت احرف من دلوقتي. بيقول لك كنت احرف من دلوقتي. ده كان فين بقى؟ ده كان في ارض اللواء عندنا. ده في نادي الشباب ولا؟ مركز شباب ارض اللواء، كان ده بيتهيألي في رمضان، فكان بيبقى فيه دوره كده، فكنت ساعتها انا لسه رايح الاهلي اهو 2005 دي او 2006 تقريبا. بس فكنت على طول بلعب في الشارع، فلما جه عندي 5 سنين رحت عندنا كابتن اسمه كابتن محمود نصر، طبعا بعد ربنا طبعا الراجل اللي هو اللي مرني ووداني الاهلي وكل حاجه، فكنت على طول بتمرن معاه بقى من صغري، من وانا عندي 5 سنين لحد يعني وانا في الاهلي، كان في اوقات كمان بروح اتمرن معاه، يعني في حاجات كده زياده كنت بروح اتمرن معاه وهو بيعلمها لي، فالراجل صاحب فضل كبير قوي طبعا عليا، فعمري ما هنساه له طبعا. قال لك ان انت محترف ولازم تبقى يعني بالظبط كده. وانا لما رحت الاهلي كمان بص عارف بقى يلعب حديد ولا ايه الايام دي. له هيبه كده يعني. انا لما رحت النادي هو اصلا ما كانش حد عارف ان انا رايح الاهلي، يعني اليوم اللي انا رحت اختبرت فيه ما كانش حد عارف، يعني هو كلم والدتي، كان والدي في الشغل، فكلم والدتي قال لها هاتي رمضان عشان في ماتش هنلعبه، فاحنا كنا على طول بنعمل ماتشات مثلا نروح هنا اي حاجه بقى، بنروح نلعب ماتشات في 6 اكتوبر، نلعب ماتشات في الهرم كده، فرحت فانا عامل حسابي ان انا رايح العب ماتش، خدني معاه انا وزميل ليا اللي هو اللي جنبي رقم 12 ورحنا رايحين فينا كابتن بحسب رايح ماتش، رحنا احنا الثلاثه على اهلي مدينه نصر. هنعمل ايه يا كابتن؟
قال لي انت ده الاهلي وهنختبره وبتاع. قلت كم له سنه بقى كنت ساعتها؟ كان ساعتها عندي 2005، كان عندي 8 سنين بس. فقلت له طيب ماشي. فالاهلي بنلعب واحنا بنبقى الاختبارات قاعدين بره كده ناس كتير جدا، 50 بقى 100 حسب العدد اللي بيجي. وبعد ما بيخلصوا التمرين انت بتنزلي عشان تلعبي بقى اللي هم في النادي ماتش يشوفوا مين احسن. فانا قاعد بقى مدينه نصر هناك الدنيا هو في عز الشتاء، وانا لابس تيشرت نص كم وعمال اعمل عمال بقى سقعان جدا ومش عارف اعمل ايه بقى، يعني شايف بقى النجيله قدامي وعايز انزل العب. فلقيته الكابتن راح جه فبنلعب ماتش. فاول كره خدتها كده رحت رقصت اللعيبه كلها بالجون ورحت حطيت الجون. فكابتن بدر رجب طبعا يعني برده ليه فضل كبير قوي عليا، راح ناداني قال لي تعالى تعالى تعالى. فقلت له لا يا كابتن سيبني اكمل انا فرحان بقى بلعب. قال لي لا تعالى. قلت له لا يا كابتن سيبني اكمل. قال لي انت مين اللي جايبك؟ قلت له كابتن محمود نصر. قال لي انت والدك معاك بره؟ قلت له لا والدي ما جاش. فقال لي طب تعالى. فقلت له طب اكمل. قال لي لا خلاص انت مش هتكمل انت بقيت معانا بس. وراح قال لي بقى كابتن محمود ده هات لي بكره والده وخلاص هو بقى لعيب معانا في النادي الاهلي كده بس على طول. من اول ترقيصه. رمضان صبحي متسنن؟ يعني اكيد مش هرد يعني. انت معاك بطاقه ولا؟ لا انا جاي كده يعني. لو لعبت بره هتاخد الحاجه ولا هتاخد عروستك؟ هرد على مين يعني؟ مش عارف. رمضان صبحي ممكن يلعب في نادي تاني غير الاهلي؟ انا ساعتها هبطل كوره، ايه المشكله؟ تفتكر رمضان في سنه كام؟ فالصوره دي اكيد مش عندي 3 سنين يعني. فعلا يعني هو بيتكلم حقيقه فعلا. كل الناس بتكبر فجاه جت علينا احنا. مش عارف فبسال حضرتك لو حضرتك عارف. مين؟ عامل نفسه مش سامع. انا اليوم اللي انا اتولدت فيه انا اتسجلت في نفس اليوم. انا فاكر بقى، انا اكيد ما كنتش فاكر بس. انت عايز تسميك ايه؟ هي كانت عايزه تسميني مهند.